بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. برنامج كلمة في سرك، عاوز أقول لك كلمة في سرك. كلنا بنصلي بس الجليل مننا بينتظر. الصلاة تحتاج انتظار، والإنسان اللي ينتظر في الصلاة الله يصنع عملا كل من يسمعه تطل له أذنه، تطن له أذنه كل من يسمعه. موسى النبي قال للشعب بتاعهم اصبروا وانظروا وانتظروا، البحر من أمامكم وفرعون من خلفكم، قفوا وانظروا خلاص الرب. الرب يعمل عملا كل من يسمعه تطن له أذنه. صلي يا صاحبي واصبر وانتظر، صلي يا صاحبي واصبر وانتظر. وكان كل ما يتوقعه موسى او كل ما يتمناه ان ربنا يفرمل فرعون، يفرمل فرعون، ولكن ربنا له منهج اخر لا يتوقعه البشر، منهج آخر. صلي وانتظر، والله له منهج آخر. موسى معاك حتة جريدة عشان تتحدى بيها مركبات فرعون. عجبا يا رب إنك لا تتحدى مركبات بمركبات، ولكن تتحدى مركبات بجريدة. اضرب البحر كما قال القديس يوحنا ذهبي الفم. كان كل ما موسى والشعب وراه يحطوا رجلهم في المية تنشف المكان اللي تحت رجليهم ويبقى سور من المية من اليمين ومن الشمال. ودخل موسى، ومن تعجب موسى النبي من عمل ربنا فتح البحر، نظر إلى ورائه وقال فرعون، يا فرعون ربنا بتاعي يعمل عملا كل من يسمعه تطن له أذناه. احنا متأسفين يا رب، بنصلي بس ما بننتظرش لغاية ما تشتغل، والصنع المليح تطول. احنا بنصلي بس ما بننتظرش لغاية ما تشتغل. كل ما يتمناه التلات فتية فأطون النار، إن تبقى لدعة النار بالنسبة لهم بسيطة، ولم يتوقعوا أبدا إن يروا إنسان رابع شبيه بابن الآلهة، وكانوا يتمشون معه في نيتشلر إير كونديشن وسط النار، في نيتشلر إير كونديشن. كلمة سرك، صلي وانتظر والله يصنع عملا كل من يسمعه تطن له أذناه. صلي وانتظر، وفي نهاية الأمر لما ربنا يجاوبك ويجاوب تقول لي ياه، قل يا صاحبي كم مرة صليت، كم مرة قلت ياه. الصلاة محتاجة انتظار، الله يصنع عملا كل من يسمع تطن له أذناه. للناس المصلين والمنتظرين، وراح إلى المفلوج في بركة حسدة وقال له أتريد أن تبرأ؟ قال له أنا منتظرك. محتاج إيه؟ مفيش عرج ينبض، إنه كان مشلول أفش اتحرك، فيش عرق ينبض، عاوز اتحرك اعمل حتى عمل بسيط. قال له قوم احمل سريرك وامشي، الله يصنع عملا كل ما يسمعه تطن له اذناه. احنا متاسفين يا رب، نصلي كتير
وصلوات كتيرة، وأحيانا أقول لك قدسين ثلاثة، والواجب أنتظر. في هي القدسين ثلاثة لما يبقوا ستة، في هي ستة لما يبقوا 12، في هي 12 لما يبقوا 24، وأصلي وأنتظر العمل. كل من يسمعه كلمة في سرك صلي بس انتظر، كلمة في سرك صلي بس انتظر. 12 سنة تتعالج، تتعالج من الأطباء بالأدوية تارة وبالحجم تارة أخرى وبالمحاليل، وفكرت في بعد انتظارها 12 سنة فهذا العمل الذي من يسمعه انت بتكسفنا يا رب، تطن له اذناه وبدون اقراص ولا حجن ولا محاليل. تمتعت هذه المراه بعمل الله الذي كل من يسمعه تطن له اذناه، ومجرد لمسته نشف دميع، نشف نزيف دمها. وأعلن الرب على انتظار هذه المرأة التي كانت تصلي ومنتظرة، قال من لمسني؟ وقال لها الجموع يزحمونك وتقول من لمسني؟ فقال لا، قوة خرجت مني لتشفي نزيف هذه المرأة، وقوة تخرج منك لتمنع الكوفيد والأوباء. ما تاخد باقي الأوباء مع الكوفيد. احنا نصلي ونصرخ يا رب، نقول في كنائسنا نجينا من الغلاء والوباء والزلاذ والغرق والحريق، ونحن منتظرينك يا رب أن تتعامل بعمل. كل من يسمع تطن له أذناه منتظرينك من أجل الغلاء والوباء والزلازل والغرق والحريق، منتظرينك إلى عالم بحر بلا أمواج، والزلازل والغرق والحريق وسب البربر وسيف الغريب وقيام الهراطقة. صلي وانتظر. كنا بنصلي في الكنائس بتاعتنا وكان في سب بربر وسيف الغريب في داخل الكنائس، وكنا بنصلي في الكنائس بتاعتنا، بنصلي وما زلنا نصلي في الكنائس بتاعتنا، وفي أوبئة ومجاعات، ونصلي في الكنائس بتاعتنا وفي زلازل وحروق. احنا نصلي ومنتظرينك رب، نجنا من الغلاء والوباء والزلازل والغرق والحريق، ومن سب البلد في الغريب، مش في مصر بس، في امريكا، استراليا، افريقيا، العالم كله المنقوش في كفة يدك. نصلي وننتظر لكي نتمتع يا رب بهذا العمل العظيم. كل من يسمع تطن له أذناه. دكتور من الدكاترة المشهورين وعجبني جدا اسمه الدكتور إيشان، ما عرفش كان في سنة كام، وراح المطار علشان يسافر يروح عمليات في مستشفى بعيدة، فقالوا له الطيارة متأخرة 16 ساعة. قال أنا رجل دكتور طبيب مشهور، والدقيقة تساوي روح المرضى بتوعتي، 16 ساعة. فالموظف بتاع الاستعلامات في المطار قال له دكتور مش مشهور، المكان المستشفى الرياحة 3 ساعات بالعربية، أحسن حاجة خد عربية وروح. وخد العربية وراح، وبعد ساعتين نزلت الأمطار واشتعلت الصواعق، ما هو كله في يده، هو الريموت كنترول بتاع العالم كله في يده هو، واشتعلت الصواعق حتى إنه استحالت إن العربية تتحرك. وقف الدكتور المشهور دكتور إيشان ونظر بجواله، وجد كهف صغير كده عشة
وخبط على الباب. فالست اللي جوه، الست العجوزة، قالت له اتفضل يا ابني، ما انت شايف الباب مفتوح. عجبا يا رب انك تسكن في الكهوف، عجبا يا رب ليس لك اين تسند رأسك، عجبا يا رب انني اناديك في اي وقت من الليل او النهار. دخل قال لها ممكن يا ماما نستعمل الهاتف؟ قالت له هاتف مين يا ابني؟ هاتف مين؟ انت شايف هنا لا في كهرباء ولا حاجة، احنا ناس مساكين مفيش هاتف هنا. بقول لك ايه، ما تشرب لك كوباية شاي عشان الدنيا الدنيا برد، شو كلك اي حاجة، قاعد ياكل ويشرب في الشاي والصواعق شغالة. ولاحظ ان الست العجوزة دي بتصلي، هو يشرب شاي، قالت له اعمل لك كوباية شاي، هي تصلي وجنب عيل صغير كده كل ما تصلي تقلب في الواد يمين ويجيبه شمال. وفي نهاية الجلسة مع الدكتور إيشان الرجل المشهور قال لها أشكر حسن ضيافتك إنك استضفتيني، وعاوز أقول لك أنا شافك بتصلي، ربنا يقبل كل صلواتك. فقالت له يا ابني كل صلواتي مقبولة ما عدا صلاة واحدة. قال ما هي يا أمي؟ قالت الطفل أنت شايفه ده هو حفيدي يتيم الأب والأم وفي مرض عطال، ودكاترة في البلد هنا مش قادرين يعالجوا هذا المرض، وقالوا لي في دكتور مشهور اسمه الدكتور إيشان موجود في المدينة، لكن أنا يا ولدي ما أقدرش أروح له وأخاف لأحسن الطفل يضيع مني في الروحة عنده. فبكى دكتور إيشان وقال لها يا أمي كل صلواتك مقبولة، عطلت المطر والطيارات ونذرت المطر والصعوق، وجابت لك دكتور إيشان. يا سلام يا رب، يعجبك يا رب لغاية عندك. من يصلي وينتظر الله يعمل عملا، كل من يسمعه تطن له اذن. يا صاحبي كلمة في سرك، هل تمتعت بالانتظار في الصلاة؟ كل الناس بتصلي، كل الناس بتصلي وتسعين في المية من الناس ما بينتظروش. صلي وانتظر، والطلب اللي عاوزه لغاية عندك، الله يعطي أكثر ما نسأل ونفهم، الله يعطي أكثر ما نسأل أو نفهم. قالت لي واحدة ما كانتش بتخلف لغاية ما سنها بيجي 48 سنة في جنب المستشفى القبطي في القاهرة، وفي الليل قالت لجوزها أنا عندي مغص، كانوا بيصلوا ومنتظرين بس سنها بيجي 48 سنة، عندي مغص. فقال لها يلا نروح المستشفى القبطي، وراح المستشفى القبطي والدكتور كشف على ستي دي، طلع رأي قال له المدام بتولد. قال تولد؟ تولد ايه؟ وخلفت مريم، ومريم كبرت واتجوزت. صلي وانتظر، صلي وانتظر، والله يعمل عملا كل من يسمع له، كل من يسمع تظن له أذناه. يا صديقي يا صاحبي كلنا بنصلي، انتظر كلمة فرت، صلي وانتظر وتأخذ النتيجة. بعد 12 سنة 18 سنة 15 سنة أي سنة من السنين قبل ما تيأس، ويأتي في الهذيع الرابع أول من نور يشق في الهذيع الرابع من الليل، الوقت اللي بيتحركوا فيه الحرمية تبقى الضلمة شديدة أوي أوي أوي، ويجي ربنا يمشي الحرمية ويبتدي النور. ثق حبيبي أن الشمس خلف الغيمة. يا رب كلمة سرك، يا ربنا نصلي من النهاردة في قداساتنا صلاتنا الارتجالية وكل حياتنا
أبانا الذي في السماوات، وإحنا ماشيين أقول له كلمة، أجمل كلمة موجودة على الأرض: أنا منتظرك يا رب. وقال له داود النبي: كلت عيني من انتظار أقوالك، متى تجري لي حكما على الذين يظلمونني؟ كلت عيناي، أنا منتظرك يا رب. الجماعة اللي عاوزين نتجوزين جوزهم لي، أنا منتظرك يا رب. الجماعة المرضانين خففهم لي، أنا منتظرك يا رب. الجماعة الجعانين وكلهم لي، أنا منتظرك يا رب. المشاكل الموجودة حلها لي، أنا منتظرك. كلمة في سرك، أجمل كلمة موجودة على الأرض، إن تقول لربنا صلي وقول أنا منتظرك يا رب. وجميع الذين ينتظرونه لا يخزون. انتظر الرب، تقوى وتشجع قلبك وانتظر الرب. بثق تماما يا رب، إنك كريم. تفتح يمينك وتجبع كل حي غنى من رضاك، تفتح يمينك وتجبع كل حي غنى من رضاك. تتجول تصنع خيرا مع جميع الذين ينتظرونك. كلمة سرك خليها ببالك، صلي وانتظر ربنا، وربنا يعمل لك اللي يدي لك عمل. كل من يسمع تطن له اذناه، لان المجد دائما بدين امين.